بعد انهيار السلطنة بدأت الحرب العالمية الأولى وبدأ التقهقر السريع للسلطنة. شو هيدي الفترة أثرت على واقعنا؟ بأحد المقابلات السابقة مع أستاذ التاريخ شارل حايك كان حكي بفكرة أنه المجاعة اللي صابتنا بوقتها كانت نتيجة حصار لهالمنطقة من قوى الحلف. مزبوط. وكان في أيضا محتكرين محليين لبعض السلع وهذا أثر كتير على المصائب الإنسانية اللي صابتنا، غير اللي حكينا عم نوصل له بمزيد من العنف العثماني اللي كان عم بيترجم حاله بهذه المناطق. هذول ثلاث عوامل. هون صار في مسار وصل لمؤتمرات غربية لتقسيم المنطقة، انعرفت نحن بأنه هيدا سايكس بيكو، وفي وعد بلفور اللي كان متعلق باليهود بفلسطين وكيف مش اليهود بفلسطين، اليهود بأوروبا ومجيئهم إلى فلسطين. نعم. خلينا نحكي عن هيدي الفترة، شو كانت عم كيف كانت عم تتعامل مع التعددية المحلية لإقامة هيدي الدول بترسيمات غربية ومصالح غربية ترجمتها أشكال الدول؟ يعني العامل الأول والأساسي هو النية الاستعمارية الغربية، وحكينا من قبل تذكر بأول الحديث بأول المقابلة حكينا بموضوع التبرير الغربي لآخر استعمار غربي لهذه المنطقة للمنطقة العربية. يعني بمعنى من بعد استعمار أفريقيا ومن بعد استعمار أمريكا الشمالية والجنوبية ومن بعد استعمار الصين ومن بعد استعمار آسيا إجا دور العالم المشرق العربي، إجا دور المصر. الفرق مثل ما حكينا أنه الأوروبي إجوا لهون، الإنجليز والفرنسوي إجوا لهون وقسموا البلدان العربية المشرق العربي اللي كان طبعا كله تحت سيادة عثمانية. هالدول يعني إنجلترا وفرنسا قسمت الدول العربية إلى دويلات ضعيفة، والهدف طبعا منه كان على الصعيد الخطابي كان الحماية أو ترجمة تقليل المصير، وهذه سخرية طبعا لأنه ما كان في شيء من النوع هذا، كان فقط خطاب أوروبي تبرير أوروبي لتقسيم واستغلال والتفريق المشرق العربي. يعني بس بالمسار التاريخي في هون مثلا نيونس انه مثلا بلبنان كان في عندك ثقة معينة او نخبة سياسية ودينية يلي تحالفت وتواطأت مع الاستعمار الفرنسي، تحالفت مع الاستعمار الفرنسي. مزبوط. بس نفس الشيء فيك تقول نفس الشيء تماما اذا بنفكر عن الاردن، انه العائلة الهاشمية كمان تحالفت وتواطأت مع الاستعمار البريطاني. لا انا كنت النياص عم بعملها بين انه الشق اللبناني اللي الرواية اللبنانية بتقول انه البطريرك لحويك والموفدين الى باريس عم بيطالبوا بدنا يعني مزبوط من كان منطلق حق تقرير المصير. مزبوط. بينما مثلا بسوريا اللي كانت تقسيمها الى اربع دولات صار في رفض وصار في معارك بسوريا لرفض هذا التقسيم. مزبوط. بس كان في عندك كمان كان في عندك طوائف وكان في عندك جماعات بسوريا كمان كانت عم تطالب بانتداب فرنسي ضمن الاربع دويلات. أكيد. واصلا بلبنان كان في ناس رافضين انه لبنان ما كان هي. في شقين تماما ما هيدي هي بس هيدي بس اذا بنحكي على الاغلبيه الساحقه من السكان من سكان المشرق العربي كانوا اولا ضد الاستعمار مع الاستقلال وما حق تقليل المصير، مش بالمعنى الخطابي الاوروبي التحويري يلي فسر حق تقليل المصير بانه يعني استعمار، بس بمعنى حقيقي للاستقلال. من هون يمكن كان الصراع الاساسي بوقتها يعني بعقليات وقتها بين الوطنيه المستجده لنخب بدها يصير في شيء اسمه لبنان كلبنان، وبين نخب في معهم كمان ناس شعبيه، وكان في نخب بالمقابل عم تبحث عن مدى بدك تتخيله لانه كان في عثمان كان في سلطنه عثمانيه. طيب شو يعني؟ بس كمان كان اللبناني كمان متخيل
مش انه كله متخيل بس مش بس انه المتخيل اللي لم ينجح يعني كان لي ليش لبنان نجح بس ايه لا بس وجد ايه وجد مصر ما وجد ايه بس في متخيل تاني كان عم بينبش عن اطاره مزبوط صار في عنا قومية عربية صار في قومية سورية صار في حتى قومية إلى طابع اسلامي في قومية إلى طابع علماني مزبوط وقومية إلى طابع لبناني وقومية لبنانية أو لبناني أو خصوصية لبنانية ايه. كل هالأشياء طلعت من نفس الأرضية يلي هي الأرضية العثمانية من مخ من منطلق عثماني كل هال يعني كان في عندك عدة تفسيرات وعدة إيديولوجيات وعدة قوميات أو عدة قوميات يلي كانت عم تتناحر وعم تتنافس بينها. طيب في شيء مؤشر تاريخي بيقدر واحد يرجع له يقول النفس الشعبي كان عم بيروح باتجاه أي وحدة من هالكلمات السياسية؟ يعني كان في لجنة تحقيق أمريكانية إجت على المنطقة على المشرق العربي في 1919 يلي اسمها عاميا اسمها King Crane Commission هذه اجت ب 1919 وهن قاموا ب يعني جوله بلشوا بفلسطين طلعوا على الاردن ما كان في اردن طبعا وقتها بس اجوا على الاردن راحوا على سوريا واجوا على لبنان وعملوا تقرير طلعوا تقرير والتقرير بدل بكل وضوح انه الاكثريه الساحقه او الغالبيه كانت مع الاستقلال مع الدوله موحده مع دولة عربية ذو طابع يعني دولة عربية بس الاستقلال عن شو؟ عن القوى الغربية اللي وجدت بوقت الحرب العالمية الأولى؟ اي عن الاستعمار الغربي يعني المحتل لأنه كان بعد ما بلش رسميا هذا الاستعمار ما بلش رسميا مع أنه كان في وجود يعني إنجليزي يعني كان في عندك جنود يعني يعني الوجود الإنجليزي العسكري كان موجود هنا في لبنان وفي سوريا وفلسطين طبعا وكان في تعبير عن اي حدود عم بيطالبوا فيها كانوا بيطالبوا بدوله سوريه مستقله سوريا الكبرى خلينا نقول يلي تشمل اليوم سوريا فلسطين لبنان والاردن هذا كان المطلب الرئيسي طبعا كان في مثل ما انت تفضلت كان في عندك مطلب ثاني مناقض نقيض له يلي هو مطلب للبنان مستقل وكان في عندك مطلب يعني متجانس يعني ربما يعني وكان المطلب لمصر لاستقلال مصر وكان في عندك مطلب لاستقلال العراق وكان عندك عدة مطالب لعدة شعوب في عدة أنحاء العالم بس مش بالحدود اللي بنعرفها نحن اليوم لهذه لا لما الحدود ما ترسمت ما كان في ترسيم للحدود مثل ما نحن بنعرفها اليوم ما كان كله هذا جزء من الدولة كان جزء من الدولة العثمانية ما كان في التقسيم ما كان في الحدود ما كان حدا عارف وين حدود لبنان وفلسطين مثلا وشو الفرق بين الجنوب اللبناني اليوم وشمال فلسطين ما بدي أقول أنا ما رح أقول لك أنه كله شعب واحد بس أنه هذا المنطقة يعني كان في تشابك مزبوط أو لا أي. بالتاريخ بالتراث باللغة بالعوايد ليش نحن بنعرف كمان بلبنان بالسردية دائما في محاسن الانتداب اي دائما بحكوا انت بتسمي الانتداب استعمار وبتحكي عن كمان مساوئه يعني الا ما يكون له محاسن كمان يعني في كتير قصص من المحاسن اللي بتنذكر اللي هي بنية الدولة بالشكل الحديث اداريا وغيره والمنظومة الطائفية والمنظومة الطائفية الحديثة طبعا إذا أنت بتعتبرها هيدي من محاسن الاستعمار أنا ما بوافق معك بس أقول لك أنه أكيد في محاسن أما في محاسن لأي حقبة بالتاريخ بس شو الشق اللي غير مذكور بالمساوئ اللي تأثيرها على هيدا الشيء اللي هو خاصه بالتعايش بالصيغ السابقة من المحاسن يعني قصدك لا من المساوئ بس خليني بس ارجع على المحاسن من احدى المحاسن اذا فينا نحكي هيك انه طبعا كان في عندك تكملة للثقافة السياسية اللا طائفية المعادية والمناهضة للطائفية هيدي كملت هيدي كانت موجودة تأسست بالإطار العثماني وكملت وتبلورت ما بعد انحدار الدولة العثمانية يعني انوجدت طبعا بقوة بالفترة الفرنسية فإذا بدنا نحكي عن محاسن طبعا في عندك محاسن أنت عم تحكي عن المحاسن البنيوية ربما
انه كان في عندك بنايات، كان في عندك عمار، كان في عندك شوارع، كان في عندك كهرباء، كان في شوية تفكير بالإطار العام، يعني قصة شبكة القطارات ربما، بس كله هذا كله مشان شو؟ شو كان الهدف الرئيسي للاستعمار الغربي إن كان إنجليزي يعني بريطاني أم فرنسي؟ هو يعني النفوذ الفرنسي والنفوذ البريطاني، يعني لمصلحة بريطانيا ومصلحة فرنسا، مش لمصلحة الشعوب العربية. لأنه إذا كانوا حقيقة مهتمين بمصلحة الشعوب العربية ما كانوا قسموا هالمنطقة إلى عدة دويلات صراحة. لا، ما هو أساسا التركيز على المرافق، منها مرفق بيروت وربطها بشبكات قطار من هالدول، هي لتصريف إنتاج معقول يكون غربي عم بفوت على المنطقة، أما مواد أولية من المنطقة عم تطلع للغرب تماما. فمنطلق التفكير لهالدولة كان عم يخدم المركز اللي هو مش هون. مزبوط، المركز أكيد. خارجي أكيد. والقرار طبعا بيد من؟ القرار النهائي بيد من؟ مش بيد المحليين اللبنانيين، بيد الاستعمار الفرنسي. هيدا شيء بديهي كمان، يعني خليني اعترف فيه طبعا. بعدين الصيغة اللبنانية، ما في شك انه في دولة لبنانية يعني تأسست ب 1920، وفي عندك الدستور اللبناني يلي انحط ب 1926، وكان في عندك طبعا مثل ما انت تفضلت، كان في عندك دولة لبنانية تأسست شوي إداريا، تأسست بالعشرينات وبالثلاثينات وبالأربعينات وإلى آخره، أدت إلى استقلال لبنان في آخر المطاف. بس هيدا الكيان اللبناني، مع انه طبعا مثل ما قلنا كان في مطالب لبنانيه، ربما مش ربما اكيد كان في مطالب لبنانيه محليه لاستقلال لبنان، ومش بس من قبل الكنيسه المارونيه على فكره، بس يعني باخر المطاف هو الاستعمار الفرنسي العسكري هو يلي فصل الدوله اللبنانيه او الكيان اللبناني عن المحيط السوري. السوري مش الدولة، عم نحكي عن سوريا الكبرى، يعني الجغرافية. أيه طبعاً، أيه، وعن الدولة السورية بمعنى إنه اللي أسس كمان تأسست نفس الوقت. ما هذه كمان. إنه بس مش حط الحدود. مزبوط، بس ليش وجمعوا شو حطوا بهال؟ إذا بنحكي على الكيان اللبناني، إذا بنحكي على الكيان اللبناني قبل الاستعمار الفرنسي، بنحكي على جبل لبنان. صحيح. ربما مع إنه كمان في التباس بتعريف جبل لبنان، لأنه يعني شو هو جبل لبنان، شو حدوده وشو الإدارة ومين كان حاكمها، كانت عم تتغير بصورة دولية أكيد عبر الفتى. على القليلة أنا بعرفها على الحقبة العثمانية، عبر الحقبة العثمانية أكيد كان في تغيير دايما، بس بعدين إجوا حطوا الساحل والبقاع والشمال والجنوب، يعني ما حدا ولا واحد من هولي كانوا جزء من الكيان اللبناني اصلا. اساسا بالتاريخ اللي بندرسه مش مذكور بيروت وين كانت، يعني بيروت ما كانت جزء من جبل لبنان، يعني بس طبعاً. بندرس جبل لبنان بس بيروت ما كانت جزء من جبل لبنان طبعاً. تاريخيا اكيد لا. فالمهم يعني المهم بالنقطه انه كان في عندك اراده فرنسيه هي اللي اسست الكيان اللبناني، وهي اللي شرعت المنظومه الطائفيه التي نحن لليوم نعاني من جراء. مزبوط او لا؟ ايه، بس السؤال شو يعني هل التشريع اللي صار على ايام الفرنسيين هو اساس نظامنا السياسي، ام بسموها هن بلبنان اللي عندهم المنطق الطائفي انه هم مكونات موجودة هي كونت الدولة اللبنانية؟ يعني لا طبعا، لو ما اجوا الفرنسيين هذا كان بده يتشرع. يعني لا طبعا لا، لانه التاريخ ما بيمشي هيك، انه كان في عندك نفوذ فرنسي واضح، كان في عندك استعمار فرنسي واضح، كان في عندك جنود فرنسيين على الارض، كان في عندك قرار فرنسي بقيام دوله لبنان الكبير. مزبوط او لا؟ وكان في عندك انفصال لبنان عن سوريا، وكان في عندك إيه، بس بالمنطق اللي سائد فهمت، هو اقرار فرنسي بواقع موجود. فهمت بس اذا هذا الاقرار بواقع لبناني، ليش نفس الشيء ما صار مثلا بالعراق او بسوريا او بفلسطين؟ رغم انه عندهم تعددية، اكيد جميل. في تعددية بالمشرق العربي، في تعددية بكل، مش بس بلبنان. وما ننسى، وبعدين هيدي فكرة كمان ونقطة كتير مهمة كمان بدنا نذكرها، بس نحكي على التعددية. اليوم الحديث بيناتنا جاد، التعددية دائما عم نحكيها بمعنى الطائفية أو المذهبية، بس في عندك كمان التعددية الإيديولوجية، في عندك التعددية الطبقية، في عندك التعددية الجغرافية، في عندك يعني جميع أنواع التعدد، مش بس تعددية معنى واحد للتعددية. كتير جيد. أنا بس أسألك سؤال عن الهوية نفسها، لأنه اليوم الهويات
بالمنطقة، وقت يجي واحد يحكي انه نقرأ تاريخنا نعم. من منطلق انه في موارنة وفي دروز وفي سنة وفي شيعة وعم نلحق حركة هالطوائف، طب مش كتير تاريخ اللي نقرأ نظف تاريخنا من بقية الهويات يعني. أكيد في عنا أكيد. الحركات العمالية، في عنا الحركات النسائية 100% أكيد. في 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 أقليات بمعنى آخر يعني، في أقليات الاجتماعية مظبوط هذه ما عندها وجود تنقدر نفهم تاريخنا غير العامل الطائفي. شو كان في عوامل تاني؟ في عدة عوامل ما في شك، ما هذا نحن نحكي بالتشابك التاريخي. في عندك إنه ما في عامل واحد بيأثر على الهوية اللبنانية أو على إبرام الهوية اللبنانية، في عندك أكثر من عامل. وطبعا مثل ما قلت إنه في إنه السردية اللبنانية عن التعايش وعن العيش المشترك دائما مركزها الأساسي هو الفكر الطائفي. تختزل كل شيء. أكيد تختزل كل شيء وبتغطي على العوامل المناقضة. مثلا بس نحكي على العيش المشترك، في عندك عيش مشترك بين أفراد، في عندك عيش مشترك. شو يعني العيش المشترك؟ ليش نحن دائما نفكر بالعيش المشترك بس بالمعنى الطائفي المذهبي؟ ليش هو العيش المشترك فقط على الصعيد الطائفي أو الطوائفي؟ شو في يكون شيء تاني؟ على الصعيد الإيديولوجي، على الصعيد الأفراد، على الصعيد المساواتي. يعني شو يعني العيش؟ مين عم بيتعايش مع مين؟ وعلى أي أساس؟ ليش بس عم نحكي على الطوائف؟ ليش ما عم نحكي على الطبقات؟ ليش ما عم نحكي مثل ما أنت تفضل على الجمعية؟ في عندك أكثر من عامل بيأثر على التعريف أو على الواقع الاجتماعي والواقع السياسي والواقع التعايشي في لبنان. نحن اليوم نحصرها بالإطار الطائفي لأنه هيدي من مصلحة لمصلحة النخبة السياسية. السلطة السياسية عندها مصلحة السياسية. تشرع وجودها بالحاضر بواقعنا اليوم من خلال سردية هي بتفسر لنا وجودها. أنه ليش؟ إيه تماما، لأنه نحن مش البلد الوحيد اللي عنده طوائف. انا مثل انا بعلم بامريكا، بعرف الناس رح يضحكوا ورح يقولوا امريكا يعني بلد كبير وغني وقوي و بس في امريكا في عندك مئات الطوائف، مئات الطوائف وفي صراعات العنصريه. اكيد في عندك صراعات عنصريه وفي عندك، وهيدي كمان جزء من التاريخ اللي بشير اليها بالكتاب تماما. في عندك صراعات طائفية، في عندك صراعات عنصرية بأمريكا، بس ما عندك على القليل على الصعيد الرسمي ما عندك بلد أو منظومة طائفية بأمريكا. بقي الدولة إلى مركز لأنه في سيادة، لأنه في علاقة بين السيادة والطائفية وتشريع الطائفية. وهذا ربما يعني من أكبر التناقضات بين المشروع العربي الحديث السياسي الوحدوي والمشروع اللبناني الطائفي. بمعنى انه المشروع العربي مع كل سيئاته، وفي سيئات وفي اشياء ما حكينا عنها اليوم بالمقابله، بس في سلبيات عديده للتجربات او التجربه السياسيه العربيه في القرن العشرين، وفينا نحكي عنها بعدين او ربما بحلقه لاحقه. ولكن على قليل كان الهدف قيام او بناء دوله قويه سيئة. مزبوط، دوله قويه لها سيادة. فأنت اللي عم تقوله أنه بس المشكلة أنه هني قمعوا يعني بآخر المطاف قمعوا في كتير من الأحوال قمعوا التعددية. رجعوا هني قمعوا التعددية من جديد. بس باللي عم تقوله في جزء أساسي بيقول أنه الفرق بين دول عندها مشاكل يا إتنية يا عرقية يا طائفية. حتى بفرنسا عم نشوف هلأ في إشكاليات. تركيا من بعد كل عملية ما في، مثل ما قلنا ما في دولة إلى تعددية ما عندها مشاكل من الناحية. بس الفرق إنه هاد الدول تجاه الخارج بيبقى في عندها بنية دولة وحدة وفي سيادة، وفي سيادة في قرار سيادي مزبوط أو لا. بلبنان السيادة انتهكت وبعد لا تزال منتهكة بأنه الدولة ما بنعرف شو الحد بين برا وجوا، شو مزبوط. الحد بين الخارج مزبوط. والداخل. بس هيدا جزء من البنية التحتية للمنظومة الطائفية لحكم البلد. يعني الأساس، يعني مين شرع الدولة اللبنانية من الأساس؟ هلا حكينا مش اللبنانيين طبعا، مش بالأكثرية اللبنانية ولا بالتصويت ولا بالديمقراطية، بل بالاستعمار من قبل الاستعمار
الفرنسي. من هون علاقة النخب الطائفية بالبلد بالخارج إلى تراثها كمان أكيد. ومن هون هذا الشيء له خط مستمر بيتبقى يتقلب حسب مع التغير الخارج أكيد. والداخل أكيد. طب بهذيك الفترة وين الموقع الحركة الصهيونية من اللي كان عم بيصير؟ لأنه في شفنا انتيتاز إذا بدك لمبدأ التعايش بالبلقان شوي مزبوط. شفنا كمان نقيض لمنطقة التعايش بالفكرة الاستعمارية اللي إيش تحط تشريع لكيانات طائفية ضمن النظام السياسي مزبوط. وكان في الحركة الصهيونية من نهاية القرن التاسع عشر بلش تبين هون مباشرة، حكي عنا بصورة مطولة بتشابتر كتير لافت. بحب نفسر هيدا الخط كيف كان عم بيغير بالواقع الاجتماعي بصورة سلطوية من فوق مع البريطاني بقلب فلسطين، وشو تأثير علينا نحن إذا منا بفلسطين. أوكي، يعني هدول أسئلة كتير مهمة. أول شيء الجواب على السؤال الأول بيتعلق بتاريخ وبالأرضية للصهيونية، الحركة الصهيونية، تاريخ الحركة الصهيونية. انبعثت الحركة الصهيونية مش من إطار، وهذه نقطة كتير مهمة، مش من إطار مشرقي ولا من إطار عربي ولا من إطار عثماني يهودي أبدا. هذه نقطة كتير مهمة، إجت من أوروبا ومن شرق أوروبا ومن وسط أوروبا ومن ثم من أوروبا الغربية. عم تحكي عن الفكرة بحد ذاتها، الفكرة الصهيونية. الفكرة الصهيونية والمشروع الصهيوني، مش بس الفكرة، والمشروع، الممارسة الصهيونية، المشروع يعني تحويل وترجمة الفكرة الصهيونية إلى مشروع سياسي بأواخر القرن التاسع عشر. هذا مصدره، فينا نوضح شوي الأيديولوجية الصهيونية يعني كردة فعل مبنية أساسا، مبنية على عدة أسس، بس من بين الأول شيء الفكرة القومية يلي كانت منتشرة في جميع أنحاء أوروبا ومن ثم العالم. هذه كتير مهمة. النقطة الثانية هي كردة فعل على المعاداة السامية، الأنتيسيمتزم، يلي انتشرت بالقرن التاسع عشر كجزء من القومية الأوروبية التي رفضت التعددية بأوروبا، خاصة بالنسبة لليهود، يعني وجود اليهود والمسألة اليهودية هذه تبلورت بالقرن التاسع عشر. يعني نلفت النظر على النقطة هذه، ما كان في مسألة يهودية بالمشرق العربي، لم يكن، علما أنه كان في يهود، طبعا كان في يهود، أكيد كان في يهود، وكان في يهود هذا الشيء اللي بيحزن عليه كتير، ويعني من غنى تاريخنا أنه كان في عندنا تعددية، كان في يهود يلي كانوا جزء من المشرق العربي، لا شك بهالنقطة أبدا بأي شكل. وعلى فكرة في خطأ شائع نقع فيه هون بعالمنا العربي، إنه بدمج اليهودية والصهيونية كأنه شيء واحد، علما إنه هيدي مشروع صهيوني نفسه. هيدا هو هذا في المشروع الصهيوني، هذا من يعني من المسلمات المشروع الصهيوني ومن أهداف المشروع الصهيوني ومن تبريرات المشروع الصهيوني، إنه ما في فرق بين الديانة اليهودية والحركة الصهيونية، مع إنه هي حركة سياسية وليست يهودية، يعني ليست دينية، طبعا مش دينية، لا هي حركة سياسية تبلورت بأوروبا بأواخر القرن، منتصف لأواخر القرن التاسع عشر بأوروبا الشرقية، متماهيا مع الحركات القومية الأوروبية الأخرى. يصير في نيشن ستيت يهودية أكيد. يعني دولة قومية، وكان عم يفتشوا على محل مطرح لا يأسسوا هالدولة اليهودية، وبالآخر يعني من بعد 1897 قرروا على قيام هالدولة في فلسطين. طبعا فلسطين مثل لبنان مثل سوريا كانت آنذاك جزء من الدولة العثمانية، وكان إلى تراث كمان غني، كمان متعدد الأديان والمذاهب، وكمان جزء من الإطار العثماني المسكوني أو الإطار المسكوني مثل ما بحكي بالكتاب. بلورت هيدي الحركة وعلاقتها بالاستعمار. نعم. نعرف في وعد بلفور 1917 إذن. نعم. كمان ما قبل تقسيم المنطقة، إذن المشروع هو جزء، خلينا نقول جزء أو تمهيدا لتقسيم المنطقة. شو يعني في كتير علاقة ممنهجة ودور ممنهج قام فيه البريطاني لإحداث تغييرات ديموغرافية ويعكسها على النظام السياسي اللي عم بيركبه تدريجيا قبل
قيام بين مزدوجين دولة إسرائيل كدولة يهودية. طبعا من الاستعمار البريطاني لفلسطين، يعني الانتداب البريطاني لفلسطين. كيف بلش هذا الموضوع؟ وكان في شيء كمان لافت حتى تعليميا كمان على القطاع التعليمي، كيف كمان صار يصير في فصل، في انفصال، في فصل، يعني فصل، فيك تقول فصل عنصري، فيك تقول فصل قومي، خلينا نقول. بس هذا مش بس من جراء او يعني من جراء الانتداب البريطاني، هذا كان يعني هدف الحركه الصهيونيه من اساس، انه بدهم ياسسوا دوله يهوديه قوميه بفلسطين. وهذا معناه طبعا انه مش قبلانين من الاساس التعدديه، وخاصه التعدديه المشرقيه الموجوده بفلسطين. يعني من اساس كان في نقيض بين في تناقض بين الحركه، اهداف الحركه الصهيونيه او هدف الحركه الصهيونيه من جهه، والواقع الفلسطيني المتعدد العربي المشرقي المتعدد. اكيد اللي بعدها لليوم اساسا بدون دوله يهوديه الدوله، اكيد. والواقع المتعدد بعده موجود، والواقع المتعدد طبعا بعد في عندك مسلمين ومسيحيين موجودين بفلسطين، اكيد 100%. انه من هالناحيه مع كل الانتصارات العسكريه للصهيونيه ما قدرت تنجح بمحو الهوية المتعدد التعددية للشعب الفلسطيني. إذا هيدي الفكرة الصهيونية أساسا منطلقة كانت بأوروبا، هذا شيء بديهي ووصلت لهون. طيب بوصولها لهون شو كانت ردة فعل اليهود العرب الفلسطينيين على فكرة عم تجي عليهم من منطلق يهودي ولكن سياسي، عم بقولهم هيك بنقدر نخلق دولة قومية بإطار انحدار الدولة العثمانية، ما ننسى. أوكي. فهذه النقطة كتير مهمة، بمعنى أنه كان في عندك تدمير، أو تدمير يعني، لأنه كان يعني هذا عمل يعني مبرمج من ومخطط له من قبل الدولة الإنجليزية والدولة الفرنسية لتفكيك البنية التحتية العثمانية. وفي هالإطار طبعا الحركة الصهيونية زادت نفوذها، بمعنى أنه إجت على مطرح أو مكان أو إطار معين وين الـ 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 الوحدة العثمانية انقرضت، ما بقى في وحدة عثمانية. وكان في عندك سؤال وتساؤل عند الجميع بهالمنطقة، نحن مين، لوين رايحين، وكيف بدنا نأسس، وعلى أي أساس احنا نأسس أطر سياسية جديدة، على أي أساس؟ وكان في عندك عدة أجوبة، من بينهم مثل ما تفضلت أنت من قبل، كان في عندك القومية العربية أولا، كان في عندك القومية شبه الإسلامية أو الإسلامية، كان في عندك الحركات الشيوعية، كان في عندك الحركات الطائفية، خلينا نقول كان في عندك الخصوصية اللبنانية، كان في عندك القومية السورية، القومية العراقية، و ومن ضمنهم كان في عندك جزء من التعددية كمان طبعاً، والعيش المشترك أكيد بين هو إيه. بس هدول كلهم جايين من منطلق، خلينا نقول، أو من أرضية عثمانية. الفرق إنه الصهيونية إجت طبعا من برا، من الخارج، عم بتجاوب على أسئلة أوروبية، بس عم بتجاوب عليهم بطريقة استعمارية وشوفينية بالنسبة للسكان المحليين، يعني السكان العرب الفلسطينيين يعني، وأيضا السكان اليهود الموجودين الشرقيين. يعني التجربة اليهودية في الدول الغربية اللي كان في المسألة اليهودية وكان في الاضطهاد وفي كمان العنصريات اللي توجه لهم، جاوبوا عليها بمنطقة جغرافية آخر، ما عانت من هالنوع طبعاً من الأسئلة طبعاً ولا لا. من هالواقع طبعا لا لا أكيد لا 100% لا. فهيدا الشيء إسقاط هيك على المنطقة، سقط تماما ودمرت فلسطين بآخر المطاف. من هون كان عنده حاجة بنيوية للاستعمار نفسه. أكيد. أوكي أكيد. وليده يعني. أكيد. فمن من هال يعني من وجهة نظر، خلينا من يعني من قارن ب من قارن ب كيف بيقولوا بشدة يعني التجربة اللبنانية مع التجربة الصهيونية، لأنه التجربة اللبنانية مع كل سلبياتها، وحكينا مطولا عن سلبيات التجربة وخرافات التجربة اللبنانية، على القليلة هي كانت مبنية ومنطلقة من واقع معين أو تأويل أو تحوير حسب وجهة نظرك لواقع اجتماعي موجود تاريخي سياسي موجود للإطار العثماني. الحركة الصهيونية كل زعماء يعني قيادة الحركة الصهيونية، كل قائد من الحركة الصهيونية بالقرن العشرين
يعني من أول الانتداب الإنجليزي من بعد وعد بلفور ومن بعد تأسيس انتداب بريطانيا على فلسطين لحد قيام الدولة الإسرائيلية من بعد النكبة 48 كل القيادات الصهيونية كانت أوروبية، كل واحد منهم خلقان بأوروبا. بس تخيل هذه الفكرة ده شيء غريب يعني. مش غريب بس نحن ننسى هالشغلة. هو ديفيد بن غوريون الأول رئيس بعد قيام هالدولة هو بولندي الأصل. بولندي الأصل. أكيد. تخيل هلا يجي حدا هيك يا بولندي. بولندي وما بيحكي عربي. وما بيحكي عربي. ما بيحكي عربي جاي على مجتمع فلسطيني غني تراث غني تاريخ غني. مش بس ما بيعرف مش مثل المرسلين اللي كنا نحكي عنهم من قبل يلي هدفهم كان تحويل السكان المحليين الموجودين، لا هو هدفه كان يجيب معه سكان تماما، وبعدين طبعا شو مش بس يجيب سكان وكمان يعني يهجر السكان، يهجر سكان طبعا الوطني المحليين طبعا. بهذا الواقع كيف كانت ردة فعل اليهود المحليين؟ كان في التباس، كان في عندك عدة يعني ردود فعل لليهود المشرقيين. البعض يعني كمان هون في التباس، وبعدين نحن يعني نحكي بصراحة ما عنا تاريخ كويس، يعني بعد عنا إنه بعدنا بأول تاريخ ردود الفعل اليهود المشرقيين يعني من دون يعني عن بالنسبة للصهيونية. فكان عندك البعض يلي قبل بصراحة قبل السردية الصهيونية، بمعنى أنه الدولة العثمانية تفكفكت، بدي دولة، بدي دولة وفي حاجة لدولة بعالم دول وين كل يعني حقوقك مبنية على أساس أنت بتنتمي لدولة، أنت مواطن لدولة، لدولة ما. ففي بعض اليهود قبلوا السردية الصهيونية وانخرطوا بالمشروع الصهيوني بفلسطين، ولأنه كانوا عرب أو كانوا يحكوا عربي وكان لهم معرفة طبعا حي بالمجتمع، كان هني جزء من البيئة العربية، كمان كان لهم يعني دور كتير مهم خاصة بالمجال الاستخباراتي طبعا بأول نص من القرن ومن بعد قيام الدولة الإسرائيلية. هيدي كانت ربما أحد ردود الفعل. كمان في عندك كان في عندك الناس التانيين يلي ما قبلوا أبدا، بالعكس أصروا إنه هن ينتمون للمجتمعات العربية، إن كان ما تحكي عن اليهود العراقيين ببغداد مثلا يلي بأول أمر رفضوا المشروع الصهيوني، أو اليهود اللي كانوا موجودين بمصر كمان رفضوا، أو اليهود اللي كانوا موجودين بسوريا، أو يلي كانوا موجودين بلبنان، أو يلي موجودين من فلسطين، في كتير رفضوا المشروع الصهيوني، خاصة عواقب، كانوا عارفين شو هي عواقب الحركة الصهيونية، يعني بالآخر بدك تختار يا أنت صهيوني يهودي يا أنت عربي. يعني بدك تطلع من مجتمعك ومن بيئتك وتحمل حالك وتفل على غير محل وتعيش فيه إيه بس هالمحل تاني بدك تفل عليه كمان، بدك تروح عليه وهالمحل هيدا بينكر أهمية شرعية ثقافتك وتاريخك وتراثك. بس هذا دليل كثير ساطع على بس تنوع الهويات، انه اذا انت كنت يهودي لا ما فيك تختزل هويتك بانك يهودي وتروح بتفوت بدولة يهودية، لانه انت يهودي صح عربي فيك تكون لبناني بس مش بالضروري بس عربي، فيك تكون يهودي بدون ما تكون عربي، فيك تكون يهودي مشرقي كمان يعني اي انتماء بيكون شوي في لايرز اكثر من ما يكون وان دايمنشنال يعني. اكيد اكيد كنت عم تذكر شيء انا قلتش لا رح لك انه بس معظم اليهود بفكر ما كانوا بالخانه الاولى او الخانه الثانيه، كانوا يعني من بين اثنين يعني كانوا ناطرين ليشوفوا شو رح يصير، مثل ما كل شعوب العالم اليوم، مثل يعني معظم الشعب اللبناني اليوم، يعني فيك تقول انه معظم الشعب اللبناني يعني ضد الطائفيه مع المنظومه الطائفيه ما بنعرف، بس معظم الشعب يعني ناطر عم يشوف شو رح يصير تيحدد انت الموقف السياسي والموقف تبعه طبعا. بس كمان ما في واحد يقول انه في مسؤولية عربية عند البعض في كتير محلات انه بدمج بين اليهودية والصهيونية بمنظور من اكبر اخطاء، في فظاعات بحق اليهود اللي هن عرب لبنانيين فلسطينيين اما شو ما كان.
من أكبر أخطاء ردة الفعل أو ردود الفعل العربية القومية والإسلامية وغير مش بس يعني طبعا إسلامية الدمج الخطير بين الهوية الصهيونية والهوية اليهودية. يعني نحن خسرنا مش الحق علينا كعرب طبعا, لأنه الحق الأساسي هو الحق يعني برجع مش الحق الأساسي بس حق على المشروع الصهيوني. هذا حركة, هذه حركة استعمارية اجت على بلد مثل فلسطين ودمرت فلسطين وحولت فلسطين من مجتمع متعدد عربي إلى دولة, إلى دولة إسرائيل. بس ردود الفعل العربية ببعض الأحيان مش كل الأحيان كانت سلبية للغاية, وكتير كتير 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 كرست, ويعني هذا يعني هذه المفارقة كرست وقوت الحركة الصهيونية. بمعنى إنه إذا أنت بتقول إنه اليهودي ما في يكون عربي يعني ما معهم حق الصهيوني يعني, بس طبعا ما معهم حق, أكيد ما معهم حق, أكيد ما معهم حق, بس نحن كمان في الأغلاط عندنا كمان, ويجب علينا نحن كعرب صراحة كعرب أو كمحليين, ما بدي أقول محلي ما بعرف شو الكلمة المضبوطة, بس كناس يعني إلنا انتماء لهالمحل لهالمطرح لهالبيئة لهالمجتمع لهالعالم اللي نحن عايشينه, نحن علينا نحن نأرخ هالتاريخ بموضوعية بنزاهة وبشجاعة. بمعنى أنه حاج بقى نخاف من تاريخنا, في سلبيات بالتاريخ أكيد, بس كمان نحن عنا تاريخ غني جدا, وهذا يعني أهم نقطة اللي بتحاول يعني بحاول ركز عليها بالكتاب. من هون إذا واحد بده يحط خيط للي عم نحكيه, المسار التاريخي اللي كان عم نعيشه كان عم بيخلق أفكار وأطر للتعامل مع التعددية بتعايش سلمي, وكان في أفق للتخطي عن المرحلة الطائفية أو عن السرعة, كان بيبين بالقرن التاسع عشر معالمه الأولى طبعا وتبلبلت بالقرن العشرين 100%. الاستعمار أدى إلى إعادة أعطاء شرعيات هالمرة سياسية حصرية للطوائف, كهيك بين الدولة والمجتمع والأفراد في شيء اسمه بالنص طوائف, وفي كمان المشروع الصهيوني هو كمان نقيض لأي فكرة تعددية لأنه قائم على شرعية حصرية دينية لفريق واحد وبفكرة سياسية لشو هو هذا الدين كمان. مزبوط. طيب هيدا الواقع اللي تبلور بين 1920 للخمسين, خلينا نقول للسبعة وستين وما بعد, بس من بعدها يعني بالخمسينيات كان بلش يطلع أنظمة عربية منها. مزبط. عبد الناصر منها البعث العربي منها أفكار كتيرة صارت تطلع بهذه المنطقة. طيب اليوم نطلع على تاريخنا بالعودة لورا, شو هو اللي ثبت الهويات الطائفية اللي أنشئت بظرف سياسي تاريخي معين وصار سنة نقول عن دولتنا دولة طائفية, وبدد أفكار كانت طالعة من المجتمع من ثلاثة المجتمع كانت نهضوية فينا نسميها صبية شو ما كان, بطلنا بعد فعلها أثر موجود, ما بعرف إذا منطلقات وبعد هي ذاتها يعني نفس الخيط التاريخي ربطها ببعضها ولا شيء تاني, بس في شيء انتصر على شيء. مزبوط. مرحليا اي نعم. هيدا المسار يعني واقعنا اليوم ما في شك انه واقعنا اليوم يعني مخزي للغايه. مزبوط او لا؟ اي طبيعي انه هذا الواقع ما حدا فيه ينكر الواقع. اي نعم. بس المشروع التحرري العربي شو اللي بيخوف؟ بس انا يعني سؤالي وين فشل اللي بيخوف بشغلي انه انا اليوم اذا بشوف هذا المسار الطائفي بالبلد, نعم مش بس بالبلد بالمنطقة بس بالمنطقة. بالبلد يعني احنا عم نحكي هلا نوسع الاطر شوي بالعراق بسوريا بلبنان نعم. نفس الخبرية. نعم. اللي بخوفني اليوم مع علما المنطلقات التاريخية ودور الخارج فيها, نعم في توازن اذا واحد بحط الحق توازن بين شو هلا رح اقول بين شغلتين الموجودين بانظمتنا الطائفية, انه هل القوى الطائفية اللي بتشكل لك نظامك الطائفي, نعم هي بنفس الوقت عندها تاريخها اللي بيجي فايت باستعمار بعلاقات بالخارج وغيره, انه تاريخ حي, ولكن هي بنفس الوقت اليوم تختزل انه كل مشاكلك
من وراء الخارج. مزبوط. فما فيك تعمل شيء محليا. مزبوط. هذا بلبنان. كيف تتعامل مع التناقض؟ أنا مؤرخ. أنت عم تسألني إنه كيف نتعامل، إنه أنا بقول لك أهم شيء إنه نؤرخ التاريخ تبعنا المعقد بنزاهة وبصراحة. هيدا إلي يعني، هيدا أهم شيء فيني أعمله أنا كمؤرخ، وهذا الواجب تبعي كمؤرخ، كمؤرخ علماني خلينا نقول. بمعنى أنه أنا مش منتمي لأي، يعني انتمائي مش لأي طائفة ومش لأي بلد، بس لا كمؤرخ، أنه هيدا أهم شيء فينا نعمله. إذا بدك تبحث عن، إذا بدك يعني بدك شوية بصيص من الأمل، بدك تبحث عن الثغور والثقوب بكل السرديات الطائفية والقومية، لأنه هناك بتلاقي وقت بتلاقي مجال لإعادة بناء هوية جامعة إنسانية وإن شاء الله سياسية بتقدر تقودنا إلى مستقبل أفضل. شو بيعطينا يعني الفكرة اللي ذكرتها عن تاريخ هيك الفكري والفعلي لإدارة التعددية يعني بالمنطقة، بفكرة التعايش، شو بتقدر تفيد واقعنا اليوم بكيف بنتعامل مع أزمتنا؟ أول شيء بطريقتين. الطريقة الأولى لنفهم أنه نحن ما فشلنا كتراث وكتاريخ، أنه إحنا يعني في عنا تاريخ غني وفي عنا تراث غني. تاريخ غني بالمعنى التعددي، أنه في تعددية مشرقية عربية لازم نفتخر فيها، ما يعني بدون، مش من باب يعني ما بدي اتباهى بتاريخنا نقول انه احنا احسن ناس او نحن تاريخنا مش افضل اكسبشناليزم. لا ما في اكسبشن، ما بدي اقول اكسبشناليزم، بس في تاريخ غني ويجب علينا ان نعترف بهالتاريخ. وكان في عنا تاريخ، هذا عم نحكي بالتاريخ بالمعنى بالاطار التسلسلي من قبل العثمانيين وما بعد العثمانيين، ولكن بالتاريخ الحديث، بس نحكي عن التاريخ الحديث، كمان في عنا تاريخ مش بس طائفي، في تاريخ طائفي وفي عنا طائفي وفي مشكلة طائفية واضحة مش بس بلبنان بس بالمشرق العربي ككل، وهلأ تجلت يعني موجودة بسوريا، موجودة بالعراق، مش هيك؟ بس كمان في عنا تاريخ كتير مهم يلي هو مناهض للطائفي ولا الفكر الطائفي، وهذا جزء كمان من تاريخنا. بهالمرحلة اللي نحن عم نعيشها اليوم، بهالمرحلة اليوم ربما معك حق انه المشروع الاستعماري والردود الفعل السلبية على المشروع الاستعماري هلا دمروا النسيج الاجتماعي والسياسي والتعددي للمشرق العربي، بس كل حال يزول. ويلي عم انت برايك ما في شيء ريفرسبل يعني؟ اكيد لا، ما لا اكيد لا، ما اكيد لا. ما المفهوم الطائفي اصلا هو مفهوم حديث، ما بأي معنى؟ بمعنى انه الطائفيه ك ك ك كمفهوم كمصطلح مصطلح حديث. ما كان في شيء، ما كان في عندك مشكله طائفيه مثل ما نحن نحكيها اليوم بلبنان بالقرن الثامن عشر او السابع عشر او السادس عشر. الطائفيه ربما فينا نقول هي ترجمه، تاويل، تفسير لحقبة معينة من تاريخنا ولواقع من تاريخنا، بس هذه بس هذا تفسير واحد. في تفسيرات غير معادية، أكثر إنسانية، أكثر علمانية، أكثر خلينا نقول تفاؤليا، بالمعنى أنه إلى قدرة أنه تجمع بين سكان وطن متعدد المذاهب والأديان، وأكثر سيادة تجاه الخارجين إن شاء الله. إن شاء الله. بشكرك على هذه الحلقة وهذا الكتاب. بتصور هذا التاريخ اللي كيف قلت، في عنا تاريخ طائفي بس في عنا تاريخ مناهض للطائفية، كتير مهم، جزء أساسي مذكورة شخصياته، لأنه كمان أنسنة التاريخ تواحد يقول أنه إيه كان في ناس عملوا أدوار، ما حكينا عن يعني ما حكينا عن كتير من الأشخاص والأفراد. هذا خلي بدعي كل الناس المهتمة تقرأ هذا الكتاب والكتب السابقة له أيضا، لأنه فيهم يكملوا بعض بكثير من المحلات. في فكرة أخيرة كمان نحكي عنها رح أختم فيها، فكرة نظرتنا والمؤرخين عنا، السياسيين عنا،
جزء أساسي من المجتمع، مش كل الناس طبعا، في نظرة دونية أنت كمان بتركز عليها ومأثرها السلبية على الوعي السياسي والفهم الاجتماعي اللي نحن وقعنا تجاه التجارب الخارجية. وين الإشكالية اللي عانيت منها من هالفكرة بقراءة التاريخ ومحاولة تقديمه؟ أنه يجب علينا أن نعترف أنه تاريخنا مثل ما قلنا تاريخنا معقد، في عنا طبعا تجارب سلبية، في عنا مشاكل طائفية، في عنا واقع طائفي ربما نقول، في عنا حساسيات طائفية، في عنا مخاوف وهواجس طائفية لا شك في الموضوع، ولكن أول شيء يجب علينا أن نؤرخ هذه الهواجس ونؤرخ هذه الوقائع وهذه التجارب، كما يجب علينا أن نؤرخ التجارب العيش المشترك والصيغ المختلفة للعيش المشترك بالتسلسل التاريخي، هذول بالإطار العثماني المحلي العربي الإسلامي. بس نفس الوقت يجب علينا أن نقارن تاريخنا بتاريخ البلدان الأخرى مثلا، ومش بس من باب أنه نحن نقول أن نحن فشلنا وهن هن نجحوا، أن هن تاريخ ناجح ونحن تاريخنا فاشل. هذا يعني ما لي يعني ما عندي ما بعمل فيها ابدا وما بقبلها ابدا، لانه اي واحد بيعرف تاريخ امريكا، انا صار لي مثل ما حكينا من قبل جاد صار لي اكثر من 20 سنه عم علم عم درس بامريكا بجامعه رايس يلي هي بهيوستن تكساس، واي واحد يلي بيعرف تاريخ امريكا بيعرف انه بامريكا مش بس عندك غنى طبعا، وفي عندك بلد قوي جدا، وفي عندك سيادة واضحة للدولة الأمريكانية، بس في عندك مشاكل عنصرية هائلة، وفي عندك تاريخ عنف، تاريخ العنف العنصري وتاريخ الطائفية موجودة في الولايات المتحدة، يعني عنف يلي نحن ما فينا نتصورها. أيه مش إنه مشكلة وحلوها، لا لا أبدا، مشكلة بعضها واضحة، يعني مشكلة بعضها واضحة لأي واحد بيعرف المجتمع أو التاريخ أو الواقع الأمريكاني اليوم بيعترف بهالشغلة واضحة ما في أي شك. فبس نحن نحكي خلينا نقارن مثل ما بيقولوا يعني apples with apples، خلينا نقارن يعني تاريخ السلبيات بيعلمنا بتاريخ السلبيات بمناطق أخرى، تاريخ الإيجابيات بيعلمنا وتاريخ الأجيب. يمكن الفرق الأساسي يعني مش في كتير فروقات نحن وأمريكا، أكيد في فروقات، بس أكيد في الفرق الأساسي إنه بقلب أمريكا ما في كيان طائفي مدعوم من دولة خارجية مشتغل جوات أمريكا طبعا لا أكيد لا، لو كان في بأكد لك تتفتت أكيد، وأسوأ منا بألف مرة عندهم تقسيمات أكثر منا بكتير، وكمان مع إنه في عندهم سيادة ومع إنه في عندهم دولة ومع إنه في عندهم غذاء ومع إنه في عندهم مئات الجامعات بأمريكا من أحسن أفضل الجامعات بالعالم موجودة بأمريكا، ومع أنه في عندك نخبة سياسية ليبرالية كانت من حاكمة البلد على مدى العقود، في عندك عنف طائفي وعنصري واضح لليوم واضح، وعم تشوفه شفناه يعني بعد ترامب يعني وبعده طبعا موجود بأمريكا. فبس نقارن، خلينا نقارن يعني حادثة 1860، خلينا نقارن بالحوادث اللي صارت بأمريكا بنفس الوقت يلي عمل لك يا إنه في مشاكل طبعا يلي بدنا نحللها وبدنا نسردها، وبدنا العبودية بأمريكا، في عبودية بأمريكا وفي كوارث كبيرة يعني بتاريخ، وفي عندك إبادة السكان الأصليين. فأنا ما رح أقول لك إنه ما في إيجابيات، طبعا في أشياء كتير كويسة بأمريكا، وفي طبعاً في أشياء يعني أنا يعني طبعا يعني الإنتاج الأكاديمي تبعي يعني لا يتجزأ من المنظومة الأكاديمية الأمريكانية صراحة، نحكي بصراحة كل كتاباتي بالإنجليزي والفضل بيرجع للمؤسسات التربوية بأمريكا، فما بدي أقول إنه كل شيء غلط وكل شيء عاطف هناك، مجرد إنه فيك تكون نقدي، إيه واحد لازم يكون نقدي أكيد، بس نقدي مش بس نقدي للذات أو مش جلد الذات، مش جلد الذات تماما، مش جلد الذات بس التاريخ المقارن الصحيح، مش نقول انه هني متفوقين ونحن متخلفين،
لأنه هذا ما يعني ما شايف الفائدة، ما بيصنع شيء، ما أكيد ما بيصنع شيء، بالعكس يعني هدف التاريخ هو شيء أساسي إنه ما يبقى تاريخ يعني هيك بعيد عن واقعنا، يقدر يأثر بحركتنا اليومية والسياسية ويغذية. وكمان والهدف من المقارنة ليفرجي إنه ما في شيء اسمه تاريخ جامد، كل شيء بتحول، كل شيء بتحول بالتاريخ. وواقعنا اليوم البائس صراحة، هذا الواقع البائس تبعنا رح يتغير أكيد، السؤال كيف؟ هذا جواب ما عندي جواب. هيك بفيد الحديث التاريخي يبدأ من هيدا المنطلق ويبلش واحد يشوف تاريخه أكيد، بس بكل تعقيداته، بكل تعقيداته وتناقضاته وتناقضاته. شكرا كثير لك أسامة مقدسي، شكرا، تشرفت بهالمقابلة، وإن شاء الله نضلنا نشوفك بلبنان إن شاء الله. شكرا.